هلو everyone, hello my dear pupils. So today إن شاء الله كما شفتوا في العنوان حاولت إنه نجيب لكم وضعية نموذجية تقدروا تأخذوها كنموذج كسواء في الاختبار في الفرض كهومورك اللي هو واجب منزلي. ألو الوضعية هذه على السفر ولا السياحة إلى بلد آخر. It means travel or a trip to another country. It means to a foreign country. So, بالنسبة لهذه الوضعية هي موجهة للسنوات الثانية متوسط. ألو نبدأ الوضعية تاعنا. Hello friends, I'm your friend Linda. I'm English. معناتها أهلا أصدقائي, أنا صديقتكم ليندا وأنا إنجليزية. I live in London. معناتها نعيش في لندن. I love traveling. نحب السفر. Next June. معناتها الجون القادم ولا جوان القادم. I'm going to Rome, Italy. معناتها راني رايح لروما لإيطاليا. Rome is a hot city in the summer. معناتها روم اللي هي مدينة روما في إيطاليا هي عبارة عن مدينة تكون سخونة فيها الحرارة في الصيف. I'm going with my family. أني رايح مع عائلتي. We are going by plane because it is far. رايحين بالطائرة لأنه المدينة ولا إيطاليا بعيدة. We are going to stay for 3 weeks. رايحين نقعدوا ثم ورايحين نقيموا ثم لمدة 3 أسابيع. We will stay in a hotel. رايحين نقعدوا فما في أوتيل ولا في فندق. I'm going shopping. رايح نتسوق. Take photos. نأخذ صور. With my family. مع عائلتي. And visit the beautiful cities in Italy. ونزور المدن الجميلة في إيطاليا. So, هذا الوضعية القصيرة يعني حاولت أنه نشرحها لكم وحاولت أنه نختار لكم هذه الوضعية القصيرة والشاملة اللي تقدروا تدوها كنموذج وكذلك تقدروا تقيسوا عليها أي وضعية أخرى. يعني مثلا تقدر تقيس عليها مدينة باريس in France, يعني باريس في فرنسا, لندن in إنجلترا. يعني هذه وضعية ديها كنموذج وتقيس عليها بقية الوضعيات اللي تعبر على السفر ولا السياحة إلى بلد أجنبي. نتمنى إن شاء الله أنكم استفدتوا من هذا الفيديو القصير. كنتوا أول مرة تشوفوا القناة فما تنساوش سبسكرايب إن ذا شانل, اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. So see you in the next video my dear pupils. Goodbye.